مشاهدينا رح نبدأ من عالم الحساب الذهني للطفل، وبحيث هذا المجال بيفتح عدة مجالات للطفل من حيث محاكمة الأمور، بيساعده كتير بحياته العملية أو حتى أساليبه، وبيطور كتير من شخصيته وقدراته العقلية. واليوم الحساب الذهني اتطور بعدة مفاهيم وصار كمان بيضم مجالات مختلفة، واليوم رح نحكي بشكل أوسع عن هذا الموضوع. أكيد يا عفاف، مسابقات كتير مهمة لليوم للأطفال على مختلف الأعمار وأكيد لمختلف محافظاتنا السورية، لنعرف أكثر عن الحساب الذهني وأهميته اليوم، أهمية تعليمه لأطفالنا مهما كان عمرهم، لأنه هو عبارة عن مهارات عديدة ممكن يتعلمها الطفل وتفيده بشكل كتير كبير على مستوى التعليمي أو حتى بحياته وبطريقة تفكيره. تفاصيل كتير مهمة رح نتعرف عليها أكثر عن المسابقة وعن المشاركين، وبيسعدنا أن يكونوا ضيوفنا لليوم السيدتين منال أبو خير وإيمان الحميدي، وكيلتي دمشق للحساب الذهني لدى أكاديمية التعليم المبدع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك الأستاذة إيمان والأستاذة منال. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذة إيمان، يعني اليوم مسابقة الحساب الذهني اللي تمت لعدد، هلأ بدنا نعرف عدد الأطفال المشاركين، ولكن خلينا نحكي على طبيعة هي المسابقة كيف تمت. المسابقة تمت بنادي المحافظة برعاية سيادة المحافظ. شارك معنا 60 طفل من دمشق، تأهل للعالمية 25 طفل الحمد لله. كانت مسابقة جدا رائعة وحلوة وأجواءها كانت رائعة بتجنن. تمام أستاذة منال، خلينا ننتقل عند حضرتك وحابين نعرف أكثر تفاصيل عن هي المسابقة، كيف تم التحضير لها؟ تم التحضير لها، طبعا هي أخذت وقت معنا للتحضير، عطيناها الأهمية القصوى بحيث انه الطفل يكون مهيئ نفسيا لهي المسابقه. وين يعني بنادي المحافظه طبعا هن مشكورين كثير لمساعيهم بهذا الشيء. نحن هي كانت محطه كثير حلوه وهامه بحياه اطفالنا، يعني المسابقه اللي تمت تابعة لاكاديميه التعليم المبدع هي فتحت لهم افاق كبيره لاطفالنا، من حيث انه يعني حطتهم بتجربة كتير حلوة من خلال سرعة الانتباه، التركيز للأسئلة، سرعة بالأداء، كله هاد يعني بيعكس نحن بشكل عام بيعكس على مستوى أطفالنا بهذا الشيء. طبعا اليوم كمان أستاذة إيمان عم نحكي عن مسابقات على مستوى القطر، وتم إحراز مراكز عديدة بهي المسابقة، كمان خلينا نحكي عنها أكثر. الحمد لله مثل ما خبرتك أنه نحن تأهل عنا 25 طفل للعالمية. هاي العالمية رح تصير بإذن الله بالشهر الثاني. رح يشارك معنا 22 دولة على مستوى الوطن العربي والدول الأوروبية. إن شاء الله أطفالنا وخصوصا يعني منحب نحن نرفع اسم سوريا يكون من ضمن الأبطال ويحرزوا مراكز أولى. نحن معنا شك بقدرات أطفالنا أكيد، ونحن عم نسعى وعم نعمل اللي علينا بتدريب الأطفال وتأهيلهم وتحفيزهم نفسيا وعمليا وكل شيء لحتى نوصل فيهم لأعلى مستوى بإذن الله. تمام أستاذة منال، دايما بنسمع أنه لازم نحن نعلم الأطفال من أعمار كتير صغيرة موضوع الحساب الذهني لأنه ممكن يفيدهم، لكن نحن كمان نعرف أنه مهما كانوا أطفال ممكن كمان البالغين يتعلموا الحساب الذهني. خلينا نحكي عن أهمية تعليم الطفل بالمراحل العمرية الأولى لمهارات الحساب الذهني، ونوضح للمشاهدين الفئات العمرية اللي كانت مشارك اليوم بالمسابقة. هلأ نحن الفئات العمرية المشاركة بالمسابقة كانت ابتداء من المستوى التمهيدي للمستوى السادس، طبعا بمختلف الأعمار. كل طفل حسب المستوى المناسب لإله. تمام. بهي المسابقة كانت أعمارهم كيف كانت متفاوتة؟ أعمارهم من 5 سنين لل 15 سنة. يعني اليوم قدي عم نحكي وعم نحكي عن أهمية تعليم الأطفال الحساب الذهني، قدي بيزيد من قدراتهم العقلية، قدي بيشجعهم لحتى أنهم هنون يخطوا على مستقبلهم بشكل أوسع وبدون خوف، وهنون بيمتلكوا مقدرات ومبدعين بالحساب الذهني. خلينا نركز على أهمية اليوم كل
الأهل عندهم أطفال مميزين أو بميلوا للرياضيات أكثر من العربي والمواد الحفظية، قد ايه مهم اليوم أنهم يركزوا على نقاط القوة عند هذا الطفل وينموا لهم هي الموهبة خلينا نقول، وكمان كيف ممكن أنهم يستثمروها بالشكل الصح بحيث كمان ما تأثر على مواد الثانية؟ طبعا أكيد، هو بغض النظر إذا الطفل عنده ميول للرياضيات أو لا، هو الحساب الذهني فعليا بيزيد نشاط الدماغ، لحتى المواد اللي عندنا بالمدارس المواد الحفظية بتصير تفوت بذاكرة اللاوعي، بتصير نسبة الحفظ عند الطفل بشكل كتير أسرع، فهو بنشط له دماغه بشكل عام. دائما يمكن هذه المسابقات مهمة اليوم لأطفالنا ليطلعوا فعلا يمكن عندهم مهارات قادرين يتعلموا من خلال إن كانت تفيدهم بمستواهم التعليمي من خلال مادة الرياضيات أكيد، أو حتى بحياتهم العامية. خلينا نوضح أستاذة منال، في مسابقة تانية موجودة خبرينا عنها؟ مثل ما تفضلت الأنسي، نحن أطفالنا تأهلوا للعالمية، طبعا مركز البطل والمراكز الأولى تأهلوا للعالمية بشهر 2 إذا الله راد، رح يشاركوا على مستوى 22 دولة عربية وأجنبية بإذن الله. خلينا نحكي أكثر هيك ونحمس المشاهدين والأطفال على المسابقة الثانية، إمتى رح تتم بالتوقيت الصح، وكمان الفئات العمرية اللي رح تضمها شو رح تكون؟ هلأ الفئات العمرية مثل ما حكينا هي رح تكون ابتداء يعني كل مستوى تأهل بطل ومركز أول، كل طبعا بكل مستوى من المستوى التمهيدي للمستوى السادس، هدول الأبطال والمراكز الأولى هن هدول رح يتأهلوا للعالمية بشهر 2 إذا الله رأى شهر 2. تمام، خلينا نحكي اليوم أكيد في أساسيات وفي قواعد عديدة وتقنيات لحتى الطفل اللي يتعلم الحساب الذهني، كيف قادر الطفل اليوم فعلياً أنه هو يتعلم الحساب الذهني؟ نحن بحاجة لمدربين مختصين لمراكز تدريبية معينة، خبرينا تفاصيل أكثر. طبعاً مثل ما حكيت حضرتكم بالنسبة للفئات العمرية نحن بنمشي على عمر الطفل والمستوى المطلوب. عمر الطفل له كتير دور أهمية، يعني عمر 5 سنين بيفوت المستوى التمهيدي، عمر 7 سنين لـ9 سنين المستوى الأول، والـ9 سنين لـ11 سنين المستوى الثاني، والـ11 سنين لـ13 الثالث، وهيك للمستوى السادس. كل طفل بحسب المستوى وحسب العمر، يعني مشان يصير في تعادل بالتقديم للمسابقة لحتى يطلعوا بشكل منصف لكل الأطفال، وكل طفل يتوج بالمركز اللي هو فيه. بتم تأهيل الطفل عن طريق التدريب على الأبوكس بشكل مستمر، جمع وطرح وضرب وقسمي على الأبوكس من خلال التدريب. أهم شيء نحن عنا السرعة لحتى يميزنا عن الطفل العادي اللي بيحل الرياضيات جمع وطرح وضرب وقسمة عن طريق الورقة والقلم، هو بيميزه السرعة. هي السرعة بتجي عن طريق التدريب المتواصل لحتى نوصل للعالمية. طبعا عنا توقيت 3 دقائق لكل صفحة، بكل صفحة تحتوي 20 تمرين، كل تمرين من 5 لـ6 أرقام جمع وطرح، خلال 3 دقائق لازم يكون الطفل منهي الموضوع، والخيال اللي هو المنتل لازم يكون مخلص 20 تمرين خلال دقيقة واحدة فقط لا غير. يمكن هاي الأساليب والطرق اللي ذكرناها اليوم إنه هي مختلفة بالحساب الذهني وبتساعد كتير الطفل بمحاكمة الأمور حكينا، وبطريقة تفكيره شو ممكن يكون تأثير هذا الشيء على حياته، خلينا نقول الاجتماعية العملية باقي المجالات الثانية بالحياة، كيف ممكن يأثر هذا الشيء إيجابا؟ أكيد ما في تأثير سلبي، هو ما في أبدا تأثير سلبي، هو كله إيجابي. الطفل رح يصير عنده ثقة كتير عالية بنفسه، وطالما الطفل صار عنده ثقة بنفسه فهو صار عنده إرادة إنه هو يوصل للأحسن، ما عاد يمشي على ترم معين أنا بدي الأفضل على طول. فهو حتى المسابقة بترفع عنده روح التحدي للطفل، إنه أنا بدي يصير. إثبات الذات له كتير فوائد رائعة على تعكس على نفسية الطفل وتقبل الخسارة. أهم شيء يعني إحنا بالحساب الذهني ما في عنا خاسر، كلهم مكرمين بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية. ليش ما في عنا خاسر؟ لأنه مجرد ما أنه هو طالب حساب ذهني فهو طالب متميز عن الطفل العادي اللي ما بيمتلك هاي المهارة. فنحن بنرفع عنده روح التحدي للطفل لحتى يوصل لأحلى
مراكز. أكيد اليوم أكيد ما في خسارة اليوم بموضوع هي المهارات الحساب الذهني عند الأطفال. خلينا نحكي اليوم أكيد في أطفال بتعاني من صعوبات التعلم أو الأطفال من ذوي الهمم، هل هنن قادرين اليوم يشاركوا بهي المسابقة؟ كان في مشاركين أم كيف ممكن يتعلموا كمان أساسيات الحساب الذهني؟ طبعا هي الفئات العمرية منبلش معهم بالنسبة بعيدا عن المسابقة، منبلش معهم بالأساسيات البسيطة للحساب الذهني ونشوف مدى استقبالهم للمعلومة، مدى تفاعلهم مع الجلسة مع أقرانهم، كلها هاي بتندرس من قبل المدرب. وهون هون وقتها هون بيكون المدرب هو قادر ليتحكم بزمام الأمور، بأنه لوين بيوصل هذا الطفل، لوين قادر يفوت مسابقة أو غير قادر. خلينا كمان نحكي أكثر عن تعليم الحساب الذهني بباقي المدارس، وخليها تكون بكل المدارس اليوم ومتبع بالمنهاج السوري. تعليم الحساب الذهني لازم يكون شيء أساسي عند كل الأطفال، بحيث أنه كمان ما حدا يحس بالنقص. يعني طبعاً حكيتي حضرتك أنه اللي بيمتلك موهبة الحساب الذهني أو بيتعلم هي المهارة بتكون ثقته بنفسه أكثر، بيكون متشجع أكثر بالحياة. ممكن طالب ثاني ما عنده هي المهارة، فبالمدرسة إذا تعلم وصار في ممارسة لهي المهارة يصيروا يعني متوازنين. صح، نحن دائما نحن منطالب بأنه الحساب الذهني إذا ما بده ينزل بشكل حصة بالمدرسة، إذا كان الموضوع كتير صعب، فنحن منطالب أنه لو يوم السبت يكون بالمدارس الدولة. نحن عنا صار كادر كتير كبير الحمد لله بسوريا، مدربين قادرين أنه نغطي على مستوى سوريا هذا الموضوع. الكادر عنا بدمشق حدا كتير متعاون وحدا كتير بحب ينمي هاي المهارة لدى كل الأطفال. نحن ما منحب أبداً يكون في تفاوت بين الأطفال أبداً. فهي مثل ما بتعرفوا أنه هي جلسات خاصة مثل ما حكيتي حضرتك، مو كل الأطفال فيها تسجل فيه، فنحن من الداعمين الأوائل لهذا الموضوع. ونحن جاهزين أنه نعطي بشكل مجاني لأطفال سوريا بالمدارس إذا طلع قرار من سيادة الوزير طبعاً أنه يوم السبت بالعطلة أنه نعطيها لكل أطفال المدارس. معنا أي مشكلة كرمال نزيد عنا قدرات الأطفال، نزيد من الوعي عندهم، نرفع معدل الذكاء للأطفال. يعني نحن عم ننشئ جيل لبعدين كتير رح يكون حلو وله انعكاس كتير إيجابي على أطفالنا. أكيد مشكورة جهودكم اليوم ومبادرتكم الموجودة. خلينا نحكي، بنسمع كتير عن استخدام الألعاب الإلكترونية أو تكنولوجيا بتعليم الحساب الذهني، خلينا نوضح هاي النقطة. نحن عنا برامج للأباكوس عن طريق اللعب. شفتي الأطفالنا للأسف الطفل اللي ما عنده موبايل بيعتبر حاله أنه هو طفل منه مدلل، فأغلب أطفالنا صاروا بيمتلكوا الموبايل. فنزلنا برنامج هو الأباكوس على الموبايل، هو بيطلع له أرقام بتآزر بصير عنده بصري حركي عن طريق المنتل، بيعطي الجواب بشكل كتير حلو وسريع، وبيتدرب عن طريق الموبايل ببرامج خاصة. سهل التسجيل على هيدا التطبيق ولا كيف؟ مجاني، التطبيق مجاني. معناته هلا بختام الفقرة بدنا نرجع نذكر باسم هذا التطبيق مشان كل الأطفال يلي كمان بحبوا هاي المهارة أكيد يشتركوا فيه. أستاذة منال خبرينا أكثر اليوم عن الأطفال يلي تكرموا، خلينا نحكي عن الخطوات الجاية لإلهم بعد التكريم، شو بيحصدوا هنن؟ بينتقلوا لليفل ثاني من التعليم؟ بينتقلوا لشيء أحسن؟ أكيد بدهم ينتقلوا لمستويات، بدهم يكملوا المستويات. طبعاً هلأ نحن هون تحضير للعالمية، نحن هون رح نكمل المشوار معهم لنهيئهم نفسياً أكاديمياً هون عم يتعامل مع الموبايل مع الأونلاين. هي المسابقة رح تكون أونلاين، فنحن رح نهيئه لهذا الشيء بإذن الله ليكون مرتاح، ما عنده صعوبة بالتعامل مع الموبايل بالتنقل من صفحة لصفحة، وهذا بحيث انه يكون مرتاح. يعني مو انه خلص انا تكرمت وخلص وقفت هون، هو رح يتابع طبعاً مراحل. تمام، في المشوار لسه ما خلص معه. تمام، نسمع اليوم كمان في مصطلحات كتيرة بالحساب الذهني، مكعب الروبيك واساليب التحليل، خلينا نوضح هي الامور ونعطي اكثر تفاصيل عنها. نحن من ضمن المسابقة كان مشارك معنا أطفال لحل لغز مكعب الروبيك اللي له فوائد كتير عديدة، بنمي البناء الهندسي، الفراغ الهندسي لدى الطفل، بيساعده لحل مشاكل الحياة، لأنه هو بيعتبر الروبيك أنه هذا مشكلة، شو هالشي اللي بدي يرتبه بشكل كامل هو مخربة.
يتلخبط، فهو بصير عنده طولة بال حتى يوصل لأنه يحل عدة مشاكل بحياته العملية يعني. فكان عنا مسابقة للروبك خاصة، وتوج طفل عنا بالبطل، وأخذ الطفل الثاني المركز الأول كونه هو قادر أنه يحل الروبك. بس الفرق بين هذا الطفل وهذا الطفل، الكأس بياخذ يعني أقل من دقيقة حل مكعب الروبك، الطفل الثاني ممكن يعني يطلع عنه شوي كم ثانية هاي، بس هن اثنيناتهم قادرين أنه يحلوا مكعب الروبك. اليوم بالأكاديمية يعني بالنسبة للإنضمام بالأكاديمية، أكيد التسجيل من قبل أي طفل بده يكون في له مستوى بالحساب الذهني، ولا حتى إذا كان هو بدون مستوى بينقبل بالأكاديمية؟ طبعا هو إذا كان ما بيعرف شيء عن الحساب الذهني، نحن مهمتنا هون أنه نهيئه لحتى يدخل بعالم الحساب يعني الذهني. يعني ما في شروط محددة؟ أبدا ما في شروط. في حال كان مسجل وتارك الحساب الذهني فترة، ممكن هيك بصيبنا، بيجي لعنا هيك أطفال، فنحن بنعمل لهم اختبار مستوى، يعني بنعمل لهم اختبار بسيط لنعرف شو نحدد له مستوى، مشان ما نرجعه لليفل كتير يكون قديم لحتى يبلش معنا دخل، أو تحطوه بشي متقدم. تمام. أستاذة منال، خبرينا خلال المسابقة كان في شيء أخطاء شائعة من قبل الأطفال ارتكبوا اليوم ضمن هي المسابقة، حابة تضوى عليها كرمال اليوم الأطفال يتفادوا هي المشاكل؟ يعني الحمد لله نحن عطينا توجيهات للأطفال قبل مثل المسابقة. كيف كانت التوجيهات؟ هون يعني مثلا خلص الوقت المناسب له قبل رفقاته، هون بده يراجع ورقته ليخلص وقته له لهذا الطفل. ممنوع يحكي مع رفيقه مشان ما يشتته. يعني في ضوابط نحن ركزنا عليها وحكيناهم وهيئناهم، اكيد وقت المسابقه يعني نعيد ونكرر مشان الطفل يكون يعني ما في شيء يعوق عليه له ولرفيقه. اكيد نحن كمان للاطفال اكدنا عليهم انه تقبل النتيجه مهما كانت، تماماً. ونفرح لرفيقنا مثل ما بنفرح لحالنا دائما. يعني كمان عم تضوا على نقاط جدا مهمه، انه الواحد ممكن يفشل بالبدايه، ممكن يتعرض لمراحل فشل، واكيد انه هون دعمكم هو اللي بيخليه يستمر. هي النقطة اللي أنا بدي ركز عليها، أنه أنا الأطفال عندنا نحن ممنوع كلمة فشل، لأنه ما في فشل بالحياة، هو تجربة نتعلم منها فقط لا غير. تمام. بالختام خلينا بس نوضح المسابقة قد ايه كانت مدتها، مدة الاختبار اللي كان موجود، طبيعة الأسئلة، الأشخاص اللي وضعوا هي الأسئلة، خبرينا لسه تفاصيل. هلق الأسئلة كانت ضمن المستوى المطلوب للطفل، يعني كل طفل حسب المستوى له اجت أسئلة تابعة لمستوى. الوقت يعني ما يقارب 15 دقيقة، لأنه ذكرتي مشكلة أنه اليوم ممكن كان عندهم الأطفال مشكلة بإدارة الوقت، فيعني ممكن المدة كانت قليلة. طبعا، ونحن كمان عملنا استراحات بسيطة هيك للطفل، أغاني كذا هيك، يعني فاصل ما بين المستوى، ما بين الأبكوس وما بين الخيال، يعني مشان يرتاح الطفل نفسيا ويرجع يهيئ حاله للصفحة اللي بعدها. يعني اليوم صفة الأكاديمية مو بس تعليم حساب ذهني أو دائما الطفل بحيث هلأ أنه يسمع حساب ذهني، فمعناته أنا بدي ضل كل الوقت قاعد عم أتعلم، عم ما في وقت راحة. ذكرت أنه في ميوزك، في بريك، في وقت للأكل، للحكي مع رفقاتهم. خلينا هيك ولو بآخر دقيقة من الوقت نحكي عن المسابقة الثانية اللي رح تتم بشكل موسع أكثر، بحيث أنه كل أهل اليوم عندهم أطفال بيحبوا هاي المهارة أو بدهم يسجلوا أهلهم فيها يتشجعوا أكثر. نحن عنا كل سنة مسابقة محلية وبعدين بتأهل للعالمية، فما صار شيء إذا الطفل لسه ما كان مسجل، لسه ما راح عليه شيء. عنا بالصيف القادم إذا الله راد كمان مسابقة على مستوى دمشق، وإن شاء الله راح تكون بشكل أوسع وبعدد كتير كبير بإذن الله. كمان راح نهيئ عدد كتير كبير من الأطفال للعالمية، على أمل أنه نرفع أسماء طلاب سوريا بالعالمية على مستوى 22 دولة، لأنه بيستحقوا الأفضل. أكيد أكيد. بدنا نشكركم كثير أستاذة منال وأستاذة إيمان، شكرا لكم ولوجودكم معنا لليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم.